سمبل دوت ستيب ان دوت سامبل باي لو انت حددت ورق خلاص مالكش هتعالى يقطع الباص ده في ساعه سمبل يعني وده مبسوطين جدا هو عشان حاجه ادي مقول عندنا لا طبعا مش مقول مش مقول لو كانت ثانيه ادي نقطه كاتش سوشيال دي هل الدواء ده مقبول اجتماعيا ولا لا؟ ها؟ لا ما كانش على كده ازاي؟ كان عايز دواء لازم نشوف مقبول في بعض الاحيان مثلا ايه؟ اسم الدواء بيفرق في دواء عندنا اسمه ايه؟ لوستوال الفايتر في لوستوال هو انتي دواسن بره اسمه زولوف اسمه زولوف هل احنا شفنا ان كلمه زولوف دي مقبوله؟ لا احنا ما قلناش الدواء قلنا كلمه زولوف اللي هي استخدمناها مع ان ما فيهاش حاجه ايه؟ تافهه جدا بس تفرق جدا جدا في البيع صح انت لما تروح تقول له كان عنده اصرار وطلع لي زولوف ايه رايك؟ اقول لك كله بتحب شفت بقى؟ ايوه الكل اتغير انما فعلا تفرق في بعض الاسماء الادويه بتعني في اللغات حاجه ثانيه لازم اختار في كلمه كلمه في لغه سعوديه اللي هو اسمه ايه؟ سنافي مفيش سنافي؟ هتسمع عن سنافي؟ سنافي اللي هو الجينيريك بتاع ال لا لا هو الماتش بتاع الجاي ده اسمه اللي بيبقى تاني ايه؟ ليه؟ حد يسمعني في اسمه اللي هو الجينيريك المنافس بتاع الجاي ده اسمه ايه؟ ايه؟ لا اللي بيبقى تاني بقى اسمه ايه؟ انا عارف الفكره بس فوبيا سنابي دي بيسموه سنابي دي عارفين اسمه سنابي دي يعني ايه سنابي؟ نافي الدواء ده البوزيتيف اوف سيرفيس فانكشن الامبنس ده الدرجه ليه ده مش نافي؟ اللي كلمه نافي في اللغه السعوديه البدويه معناها دي بوتنت مان رجل قوي جنسيا فالاسم مقبول قوي في السعوديين فسموه نافي وهو اعلى دواء بيبيع في السعوديه دلوقتي ليه؟ لانه سوشيالي اكسبتد شفت الاسم جامد جدا 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 غالبا الناس بتحب تاخد حاجه اللي هي ايه؟ مفهومه بالله الله وبعدين بقى الكومنت لازم اشوف الكومنت بتاعتي هل انا ماشي مع حاجات دي كلها ولا عندي بقى فرص فاطمة عندي ادويه نازله كتير عندي ناس اشتغلوا عليها عندي استمراريه ان انا اكمل الدواء وبعدين اخر حاجه البروجرامينج. ديبس اند امبليكيشنز. هل في نيد للدواء بتاعي ده ولا لا؟ هل في احتياج للدواء بتاعي ده ولا لا؟ هل اقدر اخلق نيد مش موجوده؟ في اي سوق؟ مستحيله؟ ها؟ طيب ها؟ لو اقدر اخلق وونت ما كانتش موجوده؟ ها؟ زي ايه؟ عايز تديني حاجه كده ما كانتش موجوده وفجاه بقت موجوده ولا مش بتسمع معانا؟ تلفزيون تلفزيون ايه تاني؟ موبايل صح حياتنا قبل الموبايل كانت عامله ايه؟ كانت ايه؟ كانت وحشه ولا كانت كويسه؟ كنت دي عمرنا اشتكينا ان احنا معناش موبايل لان احنا ما كناش نعرف ان في حاجه اسمها موبايل صح؟ لكن دلوقتي كلنا ماسكين ايه؟ هل يقدر يستغنى عن الموبايل بتاعه؟ ايه رايكم؟ لا طب قبل كده قبل ما يكونش معايا موبايل كنت عامل ايه؟ حاجه جدا عادي يبقى قدرت الشركات المحمود دي تعمل نيد فهو ليه ما كانش موجود؟ طب هل ده ينفع في الدواء؟ الكلام ده ينفع في الدواء؟ وليه كده دوا اتخلق كده ما كانش محتاجينه والناس فعلا ما قدرتش تسمع عنه؟ الكوزمتكس بلاش الادويه التجميل زمان اللي ما كانتش معروفه دلوقتي بقت ايه؟ مطلوبه ليه مطلوبه؟
شفت الأدوية وشفت ساعات نزلت خلقت البيتا. طب ايه أدوية تانية ما كانتش لها نيد وفرقة مالهاش تستغنى عنها؟ ها ماشي كل حاجة في البيت ايه نعم مثلا صح بقى كده كلنا عايزين نجيب اللي اسمه ايه تاني فلوكس كده لا تاني فلوكس بتاع كمان ولا هو بتاع كنديل هل تاني فلوكس بس رغم ان اساسا واتضح اساسا ان ما كانش له اي لازمه والمبادره بتضحك علينا حتى في الدواء اقول لكم حاجه في الكويت مثلا الكويت الكويت ده مجتمع غني جدا اكثر دواء بيبيع اللي هو السينيكال فين هو السينيكال بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ تخفيف اعلى دواء بيبيع في ماركت الكويتي ده تخفيف ليه؟ مش قال له بقى ولا فيتامين ولا دواء سكر ولا دواء ضغط ليه؟ اكسلنت الكويتا الستات الكويتا عايزين يخسوا والرجاله برضه على فكره عايز فنزلتهم الدواء اللي هم بيعتقدوا ان هم هيخليهم يخسوا طبعا نمبر 1 ال ال النمبر 1 بقول في مصر ايه حد يعرف ايه هو اكتر دواء بيبيع في مصر؟ ايه؟ الفولتامين مش هو واحد اكبر من الادويه مش هو ايه رايك؟ سيبك انت ده واحد من الكبار بس مش اكبر واحد ايه؟ كنت تشتري واحد من اكبر بس مش اكبر واحد ايه؟ ايه الامبليتود ده؟ ده هو الامبليتود بتاع ايه؟ انت لو قلت لي تعتقد ان انت وقت اكبر ده ويبيع ايه؟ ده الضغط مش اكبر دواء اكبر حاجه في الضغط ايه؟ ايه الكبد؟ مسكنات مسكنات برضه بنادول برضه ويكون فات بس ايه اكبر دواء بيبيع؟ اكتر حاجه الناس بيستخدموها صح ايه اكتر حاجه الناس بيستخدموها صح؟ ايه اكتر نوعيه من الادويه الناس بيستخدموها صح؟ مسكنات؟ لا الانالجيك تاني حاجه اول حاجه ايه؟ قبلها ما هو مش عارفين الصدمة. ليه؟ ايه الجزء بتاع ايه؟ ايه؟ الجزء بتاع ايه؟ ايدك؟ لا بعدها. الانتظار. سوق الاندرويد في مصر يمثل تقريبا 20% من حجم سوق الدواء في مصر. 20% اللي بعديه على طول الانرجيتك 7% سكر دي كده المصريين بيستهلكوا انتيبيوتيك زي ما بيستهلكوا التنس دين 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 اهو مش كده؟ كل حاجه خد انتيبيوتيك صح؟ خد مضاد حيوي صح؟ عندك؟ ها؟ غير كده 20% من حجم سوق الدواء في مصر انتيبيوتيك اكبر دواء انتيبيوتيك اللي هو اسمه الانيمول اللي هو اسمه ايه؟ حاجه زي الانمول. ايه؟ او سي. يس. قلت صح، ليه ملوش لازمه؟ طب ليه نمر واحد او من الاوائل؟ عشان ملوش لازمه. عشان ملوش لازمه. بالظبط كده. ولا يعني عشان رخيص اولا وبعدين اي عيان يخش للصيدلي انا عايز مضاد حيوي يروح مديله ايه؟ لما تشيل او غير ليه؟ لانه مش هيجوجو. مش هجيب نتيجة لأن أساسا هو العيان مش محتاج أنتي بيوتيك صح؟ العيان أساسا مش محتاج أنتي بيوتيك أنا عندي أنفلونزا محتاج أنتي بيوتيك ولا مش محتاج؟ ليه؟ لا ليه محتاج؟ الإنفلونزا دي فايرال انفكشن ولا محتاج انفكشن؟ بتقلب مع كل العيانين؟ لا لو سبت الإنفلونزا لوحدها كده هتخف صح؟ احتمال ان يحصل لها سكند بكتيريال انفكشن احتمال كبير. لو قعدت بريكو كده ما خرجتش وهذا اللي هروح فوق، لو غرقت فيتامين سي هفوق. لو ما خدتش حاجه هفوق. صح؟ سفايرال انفكشن. انما كل المصريين يقول لك انا عندي ايه؟ عندي انفلونزا، لازم اخد معاها ايه؟
سجن كبير في مصر أكبر. السعودية نفس الحكاية والله. إيه؟ بس هي في سجن. نعم ده. لا هيك. هو كلمة أنتي مضاد مضاد حيوي يعني حاجة مهمة للحياة. وما ليس هو حياة عند راجل. يعني إيه عند راجل؟ إيه؟ أيوة. مش مضاد للحياة. أنتي بكتيريال كومينج فروم ا ليفينج سورس يعني مضاد جاية من حاجة حية. يقول لك مضاد للحياة مضاد حيوي يعني مضاد لحياة البكتيريا. لا ليه؟ لأن قبل الأنتي بكتيريال كان في صفة الكلمات اللي يقول كانت أنتي بكتيريال بس كيميكال كانت جاية من صفة. إيه هو أول بقى أنتي بكتيريال في العالم؟ مين اللي اكتشفه في السلم؟ اسمه إيه؟ اسمه الكسندر فليمنج. صح. كان بيكتبوا ايه؟ ها؟ طب كانت سنة كام؟ ها؟ سنة كام؟ سنة 1920. مستقبل ايه في السنة؟ بس اسمه ايه؟ لا تستطيع ان تتعرف حاجة. بالفترس مبينيسلم لوتاتم. كان أنت فليمي كده زرع البكتيريا يزرع كتاب في الفوق فوريس. وكان زرع علقة فيه انيبيشن اريوز كده حوالين البكتيريا فعمل انيبيشن كده فيه الفترة. فقالك ايه خلي بالك لما تعملوا كده ممكن الفترة ده يموتوا البكتيريا هو شك في اثنين يكون بعد كده اصبح شيء محلول. نعم صوت صوت ثانية واحدة رجعت ثانية وقالك ايه الفلتر ده بيطلع منه سوري الفلتر ده بالظبط كده بيطلع حاجة صوت كتير فهم اثنين اشتغل ثاني وقدروا يرجعوا يطلعوا بقى يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه صوت سيرنديبيتي يعني صوت كان ايه سبب كلمة chance و opportunity طبعا خلاص احنا عارفين ان الامر بيحصل عشان في جذريه بس قبلها ما كنتش اعرفها